المرجو الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة. وشكرا لكم. سلام الله عليكم ومرحبا بكم في قناتي وصفات للجمال مع إلهام. وصفة اليوم إن شاء الله ستكون وصفة مختصة بتبييض المهبل، يعني تبييض فوري للمناطق الحساسة بين الفخذين، أيضا في منطقة الإبطين والمناطق الحساسة بصفة عامة. نتمنى أن وصفة اليوم تستفدوا منها سواء بالقليل أو بالكثير، المهم هو الاستفادة أكيد. وقبل ما نمشوا نتعرفوا على مكونات هذه الوصفة، طريقة تحضيرها، استخدامها واستعمالها، فنبغي نرحب بكل من كيزور هذه القناة، بكل من كيشاهدها سواء نساء رجال، أيضا الناس الجدد والقدامى معنا في هذا لاشين، فمرحبا بالجميع. إلا كنت أول مرة كتكتشفوها ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك الموجود أسفل الفيديو، أيضا تفعلوا زر الجرس، تعملوا بيك لايك لهذا الفيديو، تخليوا التعليقات، الاقتراحات، الاستفسارات، أنا أكيد نرحب بكل هذه الأشياء. وبالنسبة للوصفات ديالكم الطبيعية اللي بغيتوا تشاركوهم معنا ولا تبارطاجيوهم معنا، أي وصفة فقط تكون مجربة ومضمونة فاكيد خليوها لينا ان شاء الله، انا شخصيا نجربها ولا عجبتني غادي نجي نشاركها معكم هنا في القناه اللي تعم الفائده للجميع. بالنسبه لهذه الوصفه يعني بسيطه جدا، غادي تغير اللون ديال المهبل ديال اي سيده من اسود الى وردي في 5 ديال الدقائق فقط. فبسم الله على بركه الله نمشي باش نتعرفوا على مكونات الوصفه، طريقه تحضيرها، استخدامها واستعمالها ايضا. فاول مكون غنحتاجو له في هذه الوصفه هو الحليب بودرة او الحليب المجفف او الحليب نيدو غبرة، ممكن تاخذوا اي حليب بودرة على حسب الدوله اللي نتوما كاينين فيها. غادي نحتاجو ايضا الى العسل، العسل اللي خديت هنا عسل السكر وليس عسل النحل الحر. دائما في الوصفات ديال الجسم وديال ازاله الشعر فدائما كنستخدموا غير العسل ديال السكر، لانه بزاف السيدات في التعليق كيسولوني على واش العسل اللي استخدمتي عسل النحل الحر او عسل طبيعي، فقط عسل السكر. بالنسبه لثالث مكون فغادي نحتاجو الى الكركم، الكركم كيوحد لون البشره، كيستخدموا الهنديات كما معروف عليه الحدود الساعه يعني للشعر ديالهم، كيستخدموه مع الحليب فاش يعني كيكون عندهم احتفال معين او عرس، يعني كيستخدموه مع الحليب لتبييض الجسم وتوحيد لونه ايضا، يعني عنده عده استخدامات. فغادي نحتاجوا الكركم او الخرقوم البلدي. الناس اللي كتقول لي واش الكركم اللي كتستخدميه هو يعني كركم الوصفات الطبيعيه، لا هذا غير كركم الاكل وكنستخدمه حتى الوصفات الطبيعيه. بالنسبه للرابع مكون غنحتاجوا له في هاد لاغوسيت هادي اللي هو الزيت ديال الورد. الزيت هذا يعني كيعطي اشراقه للجسم بصفه عامه، كيزول يعني البقع، كيخلي البشرة فيها نعومة وحيوية والتجديد المستمر سواء البشرة الوجه أو لا الجسم. وغادي نحتاجو أيضا إلى زيت الحامض، نتوما مثلا ممكن تستغنيو عن زيت الحامض إلا ما توفرش عندكم، مثلا يعني توفر عندكم غير زيت ديال الورد فأكيد ممكن تزولوا هاد زيت الحامض وما تستخدموش، والعكس صحيح، يعني لا حضر عندكم غير زيت ديال الحامض فممكن تلجؤوا للزيت ديال الحامض لأنه كيبيض المنطقة الحساسة، وهاد الوصفة لا ينصح استخدامها يعني في الصباح والتعرض لأشعة الشمس، يعني من الواجب أننا نحتفظوا على الجسم ديالنا وما نتعرضوش لاشعه الشمس ملي كنستخدموا الزيوت او الفازلين. فهاد الوصفه كنصح بها الناس او السيدات يعني كل ليله قبل النوم، اكيد الا استطاعوا يستخدموها كل ليله سواء مقبلات على زواج وحتى وان ما مقبليش على زواج، السيدات دائما كيبغيو يتهلاو في الانفس ديالهم بوصفات طبيعيه وبارخص ما يكون بمكونات اللي هي في المتناول ديال الجميع. فكما قلت لكم الزيت الحامض من الاحسن اننا نستخدموه في الليل ما نستخدموش في الصباح لا لبشره الوجه ولا الجسم. فهادو هما كل المكونات اللي غادي نحتاجو، وممكن تعويض زيت الورد مثلا بزيت جوز الهند، لانه بزاف السيدات غيسولوني على التعويض ديال زيت الحامض ولا زيت الورد، فاكيد زيت جوز الهند راه رائع يا البنات، كنصح به اي سيده لانه فيه رائحه زوينه. نحاول نقرا لكم بعض يعني المزايا والاستعمالات التجميليه، فهو كيقوي الشعر الجاف،
كيلطف البشره، كيمنع عامه يبوس، ايضا كيساعدنا على الحمايه من الشمس. ولكن باش يساعدنا من الحمايه من الشمس ضروري ما نستخدمه في الليل، يعني قبل بليله في الليل، والغد ليه عاد نتعرضوا لاشعه الشمس، بالتالي غادي يحمينا من اشعه الشمس، ماشي نستعملوه في نفس النهار ونتعرضوا لاشعه الشمس. هذه نقطه مهمه. يحمي من تشقق الشفتين، زيت الحمام والبرونزاج الذهبي. بصراحة عنده عدة استعمالات، هذو فقط غير البعض، وإنما هو عنده عدة أشياء أكيد. فهذو هما كل العناصر اللي غنحتاجو. بعد ما تعرفنا عليهم دوزو الآن طريقة حدا الوصفة، طريقة استخدامها واستعمالها أيضا. فالان غادي ناخذ الحليب نيدو ولا الحليب المجفف كميه منه، ايضا غادي ناخذ الحليب بودره، غادي نستخدم هذه الكميه ديال العسل بالكامل. من بعد غادي نستخدمو الزيت ديال الحامض، فكما لاحظتوا عملت جوج ديال المعالق ديال زيت الحامض. وغادي نزيد نضيف الحليب المجفف، ومن بعد غادي نستخدم الزيت ديال الورد. وغادي نزيد نضيف كمية من الكركم، كمية قليلة فقط، ومن بعد الوصفة كتصبح بهذا الشكل هذا. يعني هذه النتيجة النهائية ديالها، ان شاء الله غادي نطبقها معكم على اليد ديالي باش هكذا تشوفوا النتيجة ولا تشوفوا الطريقه ديال التطبيق ديالها. فكتطبقوها بهذا الشكل المده ديال 5 دقائق او 10 دقائق، المهم حتى كتحسوا بها نشفات، يعني حتى كتجف، عاد من بعد كتوصلوا للمنطقه. بالنسبه لهذه الوصفه يعني راه فيها ترطيب، الناس اللي تسولني واش من بعد ما نغسلوها نرطبوا، الا بغيتوا ترطبوا فاكيد ممكن، ولكن راه في حد ذاتها يعني فيها ترطيب وتبييض
وفيها كل هذه الاشياء اللي ان شاء الله غادي تستفدوا منها وتوحد لكم لون البشره ديالكم. فالوصفه بعد ما كتطبقوها كتصبح بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا، فقط خليوها حتى تجف او حتى تنشف، عاد غسلوا المنطقه. الناس اللي غتسولني في التعليق وتقول لي الا بقى لينا الاسفرار ديال الكركم شنو الحل ديالو، الحل ديالو هو انكم تاخذوا قطعه قطن تعملوا فيها كميه من زيت الورد، يعني كميه قليله، او الماء ديال الورد، وتطبيو يعني فين كاين البقع الصفراء ديال الكركم، وبالتالي غادي تزول في ظرف ديال جوج ديال الدقائق او ثلاثة ديال الدقائق ماكسيموم. يعني وصفه غايه في الروعه، ما عندكم ناش تخافوا الاسفرار ديال الكركم، كيبقى ماشي غير في الجسم، في الاسنان يعني دائما الكركم كيعطينا داك الاسفرار، ولكن راه كيزول حتى وان ما استخدمناش الماء ديال الورد وقطعة قطن، راه كيزول بعد مرور 15 دقيقة على الأكثر، كيمشي داك الإسفرار ديال الكركم. فنتمنى أن وصفة اليوم نالت الإعجاب ديالكم واستفدتوا منها سواء بالقليل أو بالكثير، المهم وتخرجوا باستفادة أكيد. ما تنسوناش بيج لايك، اشتراك في القناة، وضغطوا على زر الجرس، تعليقاتكم الرائعة واقتراحاتكم الفيديوهات القادمة، وموعدي معكم يتجدد إن شاء الله في فيديو قادم بإذن الله تعالى.